يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع راديو 99 هواها مصري. أهلا أهلا أهلا، حلقة جديدة من قد المقام. بكون معاكم بسنت بكر كل جمعة وسبت من 12 ل2 بالليل. فقد المقام بنحكي يا جماعة عن فننا وثقافتنا اللي شكلوا وجداننا وكونوا شخصيتنا المصرية. ومن أهم مكونات الشخصية المصرية يا جماعة تاريخ السينما والدراما والمزيكا والمسرح. والنهاردة هنتكلم عن تاريخ تجارب لنجوم كرة القدم الرياضيين عموما اللي دخلوا مجال التمثيل والسينما وتركوا بصمة فنية، ومنهم طبعا المايسترو صالح سليم اللي حقق شعبية كبيرة كممثل بمشاركته في أكتر من فيلم. في ذكرى ميلاد المايسترو، هو مواليد سبتمبر 1930، تعالوا النهاردة يعني نصول كده ونجول في أعماله الفنية، هو وكمان ناس تانية. يعني انت عندكم كمان إكرامي عمل أكتر من فيلم، يمكن أشهرهم فيلم رجل فقد عقله، عندك عادل هيكل في فيلم إشاعة حب، أسماء كتيرة جدا. هل أنتوا شايفين يا جماعة أنه زي ما كورة كده والرياضة فن، ممكن الرياضي يكون في وقت من الأوقات ممثل، ملحن، مطرب، موزع، طالما عنده الموهبة والمواصفات، ولا لأ؟ 199 هو رقم الرسائل، و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون وانتوا بتسمعوا قد المقام. النهاردة في ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، ينهر ابيض، جان الكورة وجان السينما المصرية، نجح نجاح كبير. تحب تسمعوا معنا ايه النهاردة يا جماعة من اغاني مثلا فيلم الشموع السوداء اللي كان بطولة المايسترو صالح سليم؟ عارفين كانت بتشاركوا نجاة الصغيرة البطولة، وقدمت في الفيلم لا تكذبي كل شيء راح وانقضى واللي بينا خلاص مضى، وكمان غنت له ايه هو ده ايش معنى ده. بداية صالح سليم الكروية يا جماعة كانت سنة 44 وهو كان عنده 14 سنة. دخل الناشئين في النادي الاهلي، انا بحيي كل الاهلوية اللي بيسمعوني والزملكاوية كمان. وكانت المفاجأة ان هو انضم في نفس السنة وهو عنده 14 سنة لصفوف الفريق الاول، لانه كان شاطر جدا. وبعد كده طبعا رحلة طويلة، يعني وصلت يمكن لعشرين سنة لغاية سنة 63 قبل ما يسيب النادي عشان يحترف في فريق جراتس في النمسا. وبعد كده رجع صالح سليم مرة تانية للنادي الأهلي عشان يكمل مسيرة حتى سنة اعتزاله سنة 67 كلاعب. انتوا شايفين يا جماعة انه زي ما الكورة والرياضة فن، طبعا اكيد الرياضة فنون يعني كل أنواعها مش كرة القدم بس، ممكن الرياضي في وقت من الأوقات يكون ممثل مثلا، يعني يروح في حتة تانية، يكون مذيع، يكون ملحن، يكون يعني طالما عنده الموهبة والمواصفات، ولا لأ؟ يعني تجربة صالح سليم في السينما 3-4 أفلام وما يعني ورغم نجاحه الباهر لكن ما كملش. إكرامي كمان قدم أفلام، أسماء كتيرة جدا، عادل هيكل في إشاعة حب، هنتكلم كده هنروح ونيجي واحنا بنتكلم مع بعض. وقد المقام، وهل يا جماعة شايفين انه زي ما الكورة والرياضة عموما فن، طبعا فن طبعا، ممكن الرياضي يكون فنان، يعني يكون ممثل مثلا او يمتهن يعني التمثيل، التلحين، التوزيع، الاذاعة او التلفزيون، يعني يكون مذيع في الاذاعة والتلفزيون، وارد طبعا، كلها انواع من الفنون والمهارات وممكن تجتمع. فحد النهاردة في ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم هنحكي عنه وعن كتير من أسماء الرياضيين في تاريخنا اللي شاركوا في السينما وحققوا الحقيقة نجاح كمان. صالح سليم لا يقارن بحد، علشان صديقنا مصطفى أحمد بيقول صالح سليم ما يتقارنش بحد. لا، إحنا يعني ما بنقارنش يا أستاذ مصطفى، إحنا بنعرض فكرة قد المقام، بنقول إنه الرياضيين اللي شاركوا في السينما أكيد كانت مشاركتهم قد المقام، وعايزين نوصل بالحلقة النهاردة إنه الرياضة فن والفن فن والتمثيل فن، وطالما أنا أقدر أدي في أكتر من مجال في نفس البوتقة يعني why not، ليه لا؟ طبعا
المايسترو صالح سليم احنا ما بنقارنوش بحد، لكن احنا كمان لما نيجي نتفرج في السينما وفي تاريخ السينما هنلاقي اكرامي عمل افلام تجنن، يعني فيلم رجل فقد عقله كان هايل اكرامي فيه. الاستاذ عادل هيكل او كابتن عادل هيكل بقى لما عمل شارك في اشاعه حب، وعلى فكره احنا واحنا ماشيين كده في الحلقه ده في اسماء كتيره جدا على فكره في مصر وعالميا، يعني انت لما تبص بقى بره كمان في النجوم الرياضيين العالميين هتلاقي تجارب شبه كده، فهي المساله في المنطقه دي يا استاذ مصطفى. 199 هو رقم الرسائل، 2-18-10-866 هو رقم التليفون. وحلقتنا النهاردة عن المايسترو صالح سليم، وفي كلام قد المقام بنسألكم هل شايفين انه زي ما الكورة والرياضة عموما فن، فهل ممكن الرياضي في أوقات من حياته أو بعد الاعتزال أو قبل الاعتزال يكون ممثل مثلا أو ملحن أو موزع أو يعني يمتهن مهنة تانية جوه الحكاية، ولا لا خلاص هو لازم يبقى رياضي يبقى في رياضي. عندنا نماذج طبعا في تاريخ مصر الفني من الرياضيين شاركوا بنجاح شديد في أكتر من عمل، يعني الأستاذ صالح سليم قدم الشموع السوداء، قدم الباب المفتوح، أفلام طبعا السبع بنات، إكرامي عمل أكتر من فيلم يا رب ولد، وعمل رجل فقد عقله مع عادل إمام وفريد شوقي، يعني مش ممكن. وكانت مامتهم كريمة مختار فاكرين لما كانوا بيخسسوها ويطلعوها الميزان، يعني انا لغايه النهارده اشوف الفيلم ده مزاجي يتعدل. كرامي كان عظيم في طبعا في اسماء كتيره، لكن احنا يعني ايه بما اننا بنحتفل بذكرى الاستاذ المايسترو طبعا الكابتن صالح سليم، بحيي كل الاهلاويه اللي بيسمعوني، فالنهارده الحلقه اكتر راحه مع الاستاذ صالح سليم. عايز اقول لكم صالح سليم خلال مسيرته الكرويه سجل 101 هدف، منهم 9 اهداف سجلها لما احترف في النمسا مع فريق جراتس، و92 جول احرزهم مع النادي الاهلي في الدوري وفي الكاس. الواحد لما بيسمع لا تكذبي تحس ان انت خدت بنج، يعني اللي هو عايزين بقى نقفل ونروح خلاص كده، احنا كده اكتفينا سمع بصراحه، يعني حاجه لحن عبد الوهاب طبعا وكلمات كامل الشناوي وغناء نجاة الصغيرة، ومن فيلم الشموع السوداء اللي كان بطولته المايسترو صالح سليم. ولسه بسألكم هل ممكن للرياضي ان هو يمتهن حاجة تانية غير الرياضة، يعني عالميا كده، يعني بروسلي وارنولد شوارزنجر ويعني اسماكي وبيليه كل ده مثل على فكرة، وفي غن وفي يعني روحنا في حتت كتير، ويا ترى مين النجم الرياضي اللي ارتبطته بيه فنيا في أدائه لبعض الأفلام في تراث السينما؟ هل مثلا صالح سليم؟ هل إكرامي في رجل فقد عقله؟ هل عادل هيكل في إشاعة حب؟ فاكرين كان خطيب هند رستم اللي بيخش على طول بالمسدس ده متجنن على الناس؟ تعالوا أقول لكم أنه الكاتب سلامة مجاهد حكى أنه ترشيح صالح سليم لدور أول دور عمله فيلم اسمه السبع بنات كان عن طريق أحمد رمزي صديق صالح سليم، وكان قدامه نادية لطفي وسعاد حسني وزيزي البدراوي، وكان الإخراج لعاطف سالم. الفيلم الثاني كان الشموع السوداء 62 مع نجاة الصغيرة، وكان الإخراج لعز الدين ذو الفقار وتأليف ضياء الدين بيبرس، وكانت البطولة طبعا لأمينة رزق وفؤاد المهندس وصلاح سرحان و ملك الجمل، ويعني يعتبر يعني من أهم الأفلام اللي تقدمت أصلا في السينما المصرية، يعني هو مصنف أفضل 100 فيلم. الأكادة يا خالي إن ما حدش جاوبني على سؤال الحلقة، يعني اللي هو مش بقول لكم من أول الحلقة السؤال ما حدش جاوبني ليه؟ بتبعتوا تقولوا لي حاجات تانية ماشي، بس جاوبوني على السؤال، انتوا شايفين انه ممكن النجم الرياضي يبقى ممثل في بعض الأوقات او مغني او ملحن او سيناريست؟ تجارب كتيرة في تاريخ السينما والموسيقى، احمد صلاح حسني مثلا اشتغل في المزيك بعد الكور، صالح سليم اشتغل في التمثيل، اكرامي بقى اكرامي
قدم 4 أفلام حلوين جدا، عمل رجل فقد عقله مع فريد شوقي وعادل إمام سنة 80، وعمل مرسي فوق مرسي تحت 81. الاسم غريب جدا، ما شفتوش الفيلم ده. يا رب ولد، كان معاه إسعاد يونس وفريد شوقي برضو 84، وإحنا بتوع الإسعاف 84. من أجمل الأفلام اللي قدمها رجل فقد عقله، كان غالبا بيطلع برضو يعني بشخصيته الحقيقية اللي هو يعني بيلعب لعيب كورة يعني. فرجل فقد عقله كان كوميديان يجنن، ملوش حل، ممثل جدا تصدقوا تعبيراته كلها، حتى لما كان ماسك التليفون وبيعمل مع عادل إمام أخوه يعني إنه هو صاحبه اللي كان بيت عنده، أو لما كان بيخسسه مامتهم كريمة مختار واللي هو يلا 1 2 جوزك هيتجوز عليكي مش عارفة إيه، لما حتى مشهد المحكمة مش ممكن، طبيعي جدا وجميل جدا. كمان صالح سليم كان بنصدقينه جدا في الشموع السوداء وفي الباب المفتوح مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كان فيلم عظيم، ارجعوا شوفوه، فيلم حلو قوي، كتالوج كده تعرف منه حياة. كمان عادل هيكل لما قدم في إشاعة حب دور خطيب هند رستم، الحقيقة بيبقى المسألة بتبقى لطيفة لما تشوف رياضي مشهور كبير بيقدم بياخد دور تاني كممثل وينجح، فتتبسط جدا. كمان بره عالميا في نماذج من دي كتير، زي ما قلت من شوية في الحلقة أرنولد شوارزنجر، شوارزنيجر عشان محدش بس يقولك بتنطقها مش عارفة ايه، بلي كتير عملوا قدموا أفلام. وخلاص حلقتنا خلصت، بس أنا عايزاكوا تخشوا كده على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، وتتفرجوا على صورة قد المقام، صورة تجمع ما بين المايسترو صالح سليم والفنان عمر الشريف والكابتن عادل هيكل، وفي صورة تانية صالح سليم مع عمر الشريف مع أحمد رمزي، صداقة العمر كله. بالمناسبة أبو أحمد رمزي وأبو صالح سليم كانوا دكاترة زمايل مع بعض في إنجلترا، وبعدين لما رجعوا الولاد بقوا صحاب، اللي هو صالح سليم وأحمد رمزي، وكملوا المسيرة مع بعض. أحمد رمزي وصالح سليم كانوا بيلعبوا كورة مع بعض في المدرسة، وأحمد رمزي اللي رشح صالح سليم لأول فيلم قدمه اللي هو السبع بنات. خلاص حلقتنا خلصت النهاردة، إن شاء الله الجمعة الجاية، جمعة وسبت، كل جمعة وسبت.